رحلة جديدة نخوض غمارها معكم لنقف عند محطات من الأخبار والأحداث المحلية والعربية وحتى العالمية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك اربطوا الأحزمة جيدا واستمتعوا بمشاهدة حلقة جديدة من برنامج توب ترند والتي ستبدأ لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. علينا أن نخفف السرعة ونقف عند محطتنا الأولى في بلاد الرافدين، لأن البداية دائما وكما عودناكم تكون من العراق. مؤخرا وعندما نقلب محطات التلفاز بحثا عما يجري من أحداث، فسنجد أن أخبار الشعب الفلسطيني هي ما تتصدر الشاشات. لذلك ارتأينا أن نفتتح حلقتنا بمقطع فيديو نال إعجاب الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك عشرات الشباب من كلا الجنسين في فعالية وسط بغداد تحديداً على جسر الشهداء الرابط بين جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة برفع أكبر راية فلسطينية، وذلك دعماً لأهل غزة وتنديداً بالقصف الإسرائيلي، في رسالة تحت شعار من النهر إلى البحر وحتى غزة. نتابع. منذ بداية العدوان على قطاع غزة وتضامن الشعب العراقي واضح بشكل كبير، والآن دعونا ننتقل لنرى بعض التعليقات تحديدا عبر انستغرام على الفيديو الذي شاهدنا، ونبدأ بثامر والذي علق: تمنيت توجد حدود للعراق مع إسرائيل، والله لو كان يوجد لن تصمد يوم واحد أمام العراقيين الغيارة. أما التعليق التالي فقد كان لنجلاء والتي كتبت: العراقيين أهل غيرة دائما، بس العراق مر بأسوأ من هالأمور، ما حدا وقف وياه، ونبقى إحنا أفضل ونقدم اللي نقدر عليه لأنه إحنا عشنا هاي المجزرة ونحس بأهل غزة. أما التعليق الأخير على الفيديو فقد كان لشهد والتي علقت: بس احنا نذكرهم المساكين دولة، باقي الدول يمكن حتى اخبارهم ما يتابعوها. مشاهدينا، يجب ان نتذكر دائما ان ابسط الافعال التي تحث على التضامن من الممكن ان تنقل الحقيقة التي يمكن ان تكون مختلفة بعض الشيء، لان الاخ كانت فرحته بمناسبة تخرج اخته عبارة عن سيارة مزينة بباقات الزهور أهداها إلى أخته. فهدية الأخ على ما يبدو كانت بمثابة رسالة تقول: تخرجك يا غاليتي وحبيبتي يظهر للعالم مدى قوتك وإرادتك، كنت دائما تستحقين الأفضل، وأنا واثق أنك ستحققين الكثير في حياتك. لنشاهد بعض من الصور. رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر فرصة للتعبير عن نوع علاقتهم بإخوتهم، لذلك دعونا نرى بعض التعليقات، ونبدأ بفاطمة والتي علقت: أنا تخرجت مرتين، ما حدا من إخواني اتذكرني بنستلة. أما التعليق التالي فقد كان لعلي والذي علق وقال: هي هاي الخوة، مو أخويا اللي أكل حقي والمصيبة هو زعلان. أما التعليق الأخير على هذا الخبر فقد كان لنور والتي كتبت: أنا دزيت لأخويا رسالة على الواتساب بعيد الأضحى، لهسه ما رد عليه. وأنتم مشاهدينا، أريد أن تذكروا لي بعضا من الهدايا التي تلقيتموها من إخوتكم. لا تتحولوا لفشار ملون،
وتسمى أيضاً بذرة المجوهرات الزجاجية. تحمل اسماً يعكس روعة حبوبها التي تشبه المجوهرات الزجاجية في ألوانها وجمالها. تعرف أيضاً باسم قوس قزح الذرة، نظراً لاحتوائها على حبوب ملونة تشبه الزجاج المنفوخ بألوانها المتعددة. حامد إسماعيل مزارع من حلبجة نجح في زراعة هذا النوع من الذرة، والمعروف أيضاً بالذرة الهندية. وعلى الرغم من جمالها الفريد، إلا أنها تستخدم في صناعة الدقيق والفشار، ولا يصلح شواؤها وتناولها بالشكل المتعارف عليه. كما أن الفشار الناتج عن هذه الذرة لا يحمل نفس تنوع الألوان. لنتابع مزيد من التفاصيل حول هذه الذرة الملونة. Allah neler yarattı. Ayşe hala hiç böyle mısır gördün mü? Görmedim kızım, 60 yaşına girdim, ben böyle mısır görmedim. Renk renk bak. Renk renk, boncuk gibi. Bak kırmızı mısır var. Kırmızı var. Pembe var. Pembe var. Bak şunda yeşil, mavi, yeşil mor. انتشر نوع الذرة الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك دعونا نرى بعض الآراء حول هذه الذرة. ونبدأ بزينب التي علقت: إذا تصير طحين يا لون يطلع، والقرصة شنو قوس قزح، لو الشامية كل حب لون، الشغلة تصفن. أما التعليق التالي فقد كان لحكمة التي علقت: ما شاء الله، الله يكثر من أمثاله ويبارك بتعبه، حلو النجاح. أما التعليق الأخير فقد كان لساطع والذي علق: هو إحنا بشرنا ملونين، كل شوية واحدهم بلون، إنه بيأكل هاي الذرة يطلع مالتي كلر. وأنتم مشاهدينا، هل من الممكن أن تجربوا هذه الذرة الملونة؟ القوة لا تتمثل في العضلات ولا قوة البدن، القوة الحقيقية تتمثل بفكرة أن يستطيع الشخص أن يصل إلى ما يريد رغم المعيقات والأصوات التي تقول لا تستطيع. وهذا الإصرار هو الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون مقطع فيديو يظهر شاب من ذوي متلازمة داون يستعرض عضلاته أمام جمهور غفير ببطولة بناء الأجسام في محافظة البصرة. لذلك فإن الإصرار ليست كلمات، والأمل والتحدي ليست شعارات. قم ونفذ ثم افتخر بما فعلت، كما فعل هذا الشاب في المقطع. لنتابع الفيديو سويا.
والآن بعد أن شاهدنا هذا الشاب اللطيف وهو يستعرض عضلاته، دعونا ننتقل لنرى بعض التعليقات، ونبدأ بحسن والذي علق على هاي المشاركة لون كافئي بهدية صغيرة تشجيع له، مو أحسن؟ أما التعليق التالي فقد كان لفاضل والذي كتب: يعني ما يقدر واحد يتبنى وضعه ويدخله جيم ويساهم بنجاحه ووصوله لطموحه؟ التعليق الأخير على هذا الفيديو كان لوليد والذي علق: أهل البصرة هم أبطال وهم طيبين وهم يدخلون الفرحة بكل قلب. مشاهدينا، استطاع هذا الشاب اللطيف أن يحقق مقولة تفاءل بما ترد يكنه. المعروف عن صيد السمك أنه رياضة للصبر والمتعة والإثارة، وعادة ما يمنع استخدام الشباك، ويكون صيد الأسماك بالصنارة للهواة في المقام الأول. فهنالك من ينتظر ساعات أمام شواطئ الأنهار والبحيرات ليصطاد سمكة أو اثنتين بعد ساعات طويلة من الانتظار والعناء. فما بالكم بمن يصيد السمك ومن ثم يعيده إلى الماء مجددا؟ نعم، يعيده إلى الماء خوفا على السمك من الغرق ولكسب الأجر. خبر ملفت للانتباه حقا، ومقطع الفيديو الذي سنشاهده سويا تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع. شاب عراقي يصطاد الأسماك ومن ثم يعيدها إلى النهر الذي يصطاد منه، ويقول إنني أكسب الكثير من الحسنات وراء فعلتي هذه، والأمر الغريب إنه لا يبيعها ولا يأكلها. أنا كل يوم أجي هنا أصيد من 100 إلى 200 سمكة وارجعها للمي بس بطريقتي الخاصة. يعني تشوف هذا النهر يوصل عمقه إلى 20 متر، إذا نزل بيه الرجال يغرق، فهذا السمك هم يغرق، فأنا أصيدها وأخلي طوافات بزعانفها حتى ما تغرق، وهيك أحصل 200 حسنة ببلاش. أتمنى الناس الطيبة والناس الزينة تنقذ السمك. ثقة هذا الشاب بما يقول يجعلك تعتقد أن كلامه شديد منطقية. والآن دعونا ننتقل لنرى كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، ونبدأ بأبو أمير والذي علق: هذا يومية يراد له سنارة بي كي سي حتى يصيد هذا العدد، ولازم يفتح بصفه معمل طوافات. خويا انت شكلك غركان بالكلاوات. أما التعليق التالي فقد كان لأبو مصطفى والذي كتب: والله مصيبة، احنا ويا صحيين هلا هلا انه بالشخطين. اما التعليق الاخير فقد كان لحسين والذي علق: اي خطيه وين يروح، هوايه مثله لا شغله ولا عمله. وانتم مشاهدينا، هل اقتنعتم بحجه هذا الشاب بانه يخاف على السمك ان يغرق؟ تحت عنوان الله يديمك يا رخص، أثار مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سخطا كبيرا في الأوساط الشعبية بالعراق، يخص تسعيرات الزواج والمقارنة بين النساء العراقيات والسوريات، حيث ظهر 3 أشخاص وهم يتحدثون بطريقة ساخرة حول تكاليف الزواج في العراق، ويدعون الشباب العراقي بالتوجه إلى سوريا لرخص الأسعار هناك. دعونا نتابع هذا الفيديو سويا. وتريد تتزوج؟ اكو زواج ب $500 واكو ب $15 مليون. اول شغله مصاريف الزواج العراقي: ذهب 5 ملايين، نيشان 6 ملايين، غرفه نوم 3 مليون، تجهيزات العريس مليون، قاعه زائد فندق 3 مليون، عشاء العرس 4 مليون، المجموع 22 مليون. هسه العرس العراقي 22 مليون، هسه نجي العرس السوري. العرس السوري الفل بكلفه $500. $500؟ $500 ويا الحفلة والرقص وكل شيء. يعني اذا عندي $500 اتزوج يمكم؟ 500 بس. 500 بس. وحلوة؟ حلوة. على ضمانتك؟ هاي هي. امانة ترخص بعد. عندي $1000 راح اتزوج بسوريا احسن. شنو 15 مليون هنا؟ عمي بسوريا ب $1000. عمي كتبونا بالتعليقات ناخذ جرجر لو نتزوج 22 مليون تقريبا. يبدو أن هذه الفكرة أثارت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك دعونا نستعرض بعض التعليقات، ونبدأ بوحيد والذي علق: الحل يمي، أول شيء نشتري
شارجر، وبعدين نروح سوا لسوريا ونضرب عصفورين بحجر، شلوني؟ أما التعليق التالي فقد كان لزينب والتي علقت: والله أنا بالعراق وأرملة بحلقة أوافق، بس كون اللي يجي ابن أصول وحلال. أما التعليق الأخير فقد كان لوحيد والذي كتب: ليش نيشان 6 ملايين؟ شكو أني أنطيت نيشان 2 مليون، جابولي شامبو ليفة وفرشة أسنان. مشاهدينا، على الرغم من وجود التعليقات كوميدية بعض الشيء، إلا أنها تسلط الضوء على مشكلة عزوف الشباب عن الزواج بالعراق وارتفاع المهور. وأنتم ما رأيكم بهذه المشكلة؟ ما نعرفه أن آثار بابل ومن تسميتها بأنها تقع في محافظة بابل، لكن أن ترى آثار بابل في محافظة المثنى وتحديدا في السماوة، هذا ما لا يعقل. لكن وبعد أن شاهدنا الفيديو الذي كان عبارة عن منزل أحد المواطنين في مدينة السماوة، يبدو أنه من محبي التراث والأثار، أراد أن يجعل تصميم بيته مشابها لآثار بابل. المقطع الذي سنشاهده لاقى إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لنشاهد الفيديو سويا. تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تفسير حالة صاحب هذا البيت ولماذا اختار هذا التصميم، لذلك دعونا نرى جزءا من التعليقات ونبدأ بمالك والذي علق: يمكن صاحب البيت كان يحب وحدة من الحلة ووثق حبه إلها بالآثار. أما التعليق التالي فقد كان لهدى والتي كتبت: أعتقد أبو البيت مدرس تاريخ وحابب وضعية. أما التعليق الأخير فقد كان لفاروق والذي كتب: من وجهة نظري أبو البيت راد يكون تصميم بيته مميز ومعروف بالمدينة. وأنتم مشاهدينا، ما رأيكم؟ ما هي حالة صاحبي هذا البيت الذي اختار هذا التصميم الفريد؟ هذه كانت أخبارنا العراقية لهذا الأسبوع، لكن ما زال بجعبة المزيد من الأخبار والقضايا العربية والعالمية التي سنبدأ باستعراضها، لكن بعد فاصل قصير. في فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من مظاهر الألم ورائحة الموت التي تملأ أرجاء قطاع غزة لأكثر من شهر، يصر أطفالها وشبابها على الاستمتاع بمظاهر الحياة كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. المقطع الذي انتشر وثق من خلاله المصور الفلسطيني محمد الشاعر نشاطا ترفيهيا بجهود شبابية داخل إحدى مدارس إيواء النازحين في خان يونس بغزة، ممن هجرتهم الغارات الإسرائيلية بعد قصفها مناطق وتجمعات سكنية. وتظهر اللقطات التي تم تداولها على موقع إنستغرام الأطفال يلعبون في فناء المدرسة، وكتب أعلى المنشور: ما زلنا نحاول العيش رغم كل الألم. دعونا نتابع هذا الفيديو. نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. مباريات كرة قدم داخل مدرسة تحوي نازحين في مدينة خان يونس. هنا في قطاع غزة، يعني في هذه الأوقات نعاني، وفي هذه اللحظات أثار القصف والعدوان على قطاع غزة. هنا نتابع في هذه الأجواء الترفيهية. كرة القدم هي الكرة الترفيهية. حلوة يا عيني يا عيني يا عيني.
عيني يا عيني. الهدف الثاني على طول كرة حلوة وهدف ثاني وهدف جميل. وهنا نتابع إياكم هنا في أحد مراكز اللواء التي تأوي اللاعبين التي تأوي النازحين الذين نزحوا من كل مكان الله من كل مكان في قطاع غزة ولكن هنا إلى خارج أرضية الميدان. فيديو نقل للعالم صمود هذا الشعب الجبار. والآن دعونا ننتقل لنرى بعض التعليقات على إنستغرام ونبدأ بعبد الله والذي علق: الله يحفظكم أينما تكونون، ثبت الله أقدامكم ونصركم بنصره. أما التعليق التالي فقد كان لمحمد والذي علق: حفظ الله أهل غزة وأطفالها وفرج عاجل غير آجل إن شاء الله. التعليق الأخير على هذا الفيديو كان لمروى والتي علقت: هذه مباراة لأطفال كأنهم أسود في ساحات الوغى، عانكم الله على ما ابتلاكم. مشاهدينا، استطاع هذا الشعب أن يثبت للعالم أنه يحب الحياة ما استطاع إليها سبيله. من يملك الكثير من المال من الممكن أن يتبرع بجزء منه لمن هم في ضنك مادي ولا يجدون معيلا لهم، ومن يملك طعاما فائضا عن الحاجة أيضا من الممكن التبرع به للمحتاجين. لكن أن تتبرع بأحد أعضاء جسمك فهذا بحاجة إلى السكوت قليلا. الذي حصل أن سيدة جزائرية تبرعت بكليتها لزوجها وبعد أن أنقذته من موت لا مفر منه طلقها بعد تعافي وعاملها بوحشية، ومن ثم تزوج عليها فتاة صغيرة. فهذا كان جزاء الإحسان. لنتابع مقطع الفيديو سويا. راسي بالكاس ما نكذبش على ربي، أنا اللي ضربت راسي بالكاس. هو فما عملك هز قاعد يصور، قلت له لك تصور كي جا بابا وخاتي، قلت له أنا نقول لهم. انا رحت على اساس هو اللي عيط لهم ارواحه. شوفه انا هذا واش صرا النقاش، وهز التليفون عيط لبابا قالوا ارواح ديالي يا بنتك راهي مطلقه. كارثه طاحت عليك بدون سبب. نقش هذه لكن كاين انسان في الدنيا هذه يرضاها على نفسه ولا يرضاها على بنته ولا يرضاها على اخته يجي يقول هذه؟ حنوقف نمثلها لك خاطر ماكش. كنت في نقاش انا وياه وقفت انا اللي نبكي في الشوكه تاع الصالون نبكي منهاره. هو واش قال لي؟ جا شرب في البن وياكل في التمر. قال لي انت يعني واسمحوا لي الناس حماره وغبيه ودابه، مديتي لي كلوتك ورديتي لي داري، قال لي وعطيتيني بياسه اوريجينال حرفيا حرفيا نزلت عليه كلمه يحسبني عليه ربي سبحانه بالحرف. قالها لي، قال لي وبغيتي الكلوة طيح؟ لا لا قال لك طيح يا الكلوة، طيح يا الكلوة قسما بالله. واش تسنى من وحدة بيت الشي هذا؟ كيفاش طلقك سوريا آخر مرة؟ طلع الدروج، أنا عندي دروج منه والصالة، أنا كنت متكية، جا طلع لي في داري بلا حجاب. قال لي أكي مطلقة مطلقة مطلقة، ديري خمارك وروحي نهضر معاك. بسبتي أنا ومن الناس يظلمهم في جرتي أنا ومن ولادتي، وهو جاي نطلب ونشهد عليه أمة محمد خاصة غدرة الأمان أي ما تتسامحش. وجاي اليوم نقول له راي كل غسلة راوي يغسل فيها بكلوتي ولا غسلها إن شاء الله تتحسب له جمرة من جمرات جهنم. مانيش جاي نقول راني مسامحة ولا ما بغاش الجماعة ما بغاش الأخر، خاطر ماكش يقولوا له الناس بغيت تتزوج مثلا روح الزوج وخلي المرأة. قال لك بلي حاب نتزوج؟ اه ما قاليش حاب نتزوج، قال لي نتزوج ونجيبها انت في شومبرا وهي في شومبرا. هذا واش قال لي؟ انتشر هذا الخبر الغريب بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض التعليقات. مهيمن علق: المفروض تتركي يموت، كان بكيتي كم يوم بلا هالعذاب. أما التعليق التالي فقد كان لأم محمد والتي علقت: الله يجزاك كل خير على ما فعلته معه، لكن هكذا هم الرجال، ما إلهم
أمان. أما التعليق الأخير على هذه القصة فقد كان لنوف والتي علقت: ما بعرف وش أقول، ربي يصبرك ويقويك على مصيبتك. الحين البنت الصغيرة بتطلع عينه. مشاهدينا، هذه الحادثة ربما تذكرني بالمثل المصري الشهير التي تقول: يمأن للرجال يمأن للمي بالغربال. من المعروف أن أي شخص يشعر بالملل يلجأ إلى كسر نمط الملل بانشغاله في عمل معين أو الخروج في نزهة لتغيير الأجواء، لكن الشعور بالملل لشخص تركي كان مختلف تماماً وأثار ضجة واسعة على الصعيد المحلي، حيث شعر الشاب أوزغور نايمان بالملل وقام بقتل زوجته وأطفاله الثلاث بطلق ناري داخل شقة في الطابق الثالث في منطقة باسطنبول. هذا الخبر أشعل منصات التواصل الاجتماعي بسبب الجريمة البشعة التي ارتكبها هذا الشاب بحق عائلته. لنتابع الفيديو سويا. أقدم رجل تركي على قتل زوجته وأولاده الثلاثة ثم حاول الانتحار في منزله الموجود في اسطنبول بتركيا. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت خبر بيقول ان شاب تركي قتل اطفاله الثلاثة وزوجته داخل مكان سكنهم او داخل الشقة اللي بيسكنوا فيها والموجودة في الطبق الثالث في شارع يوبشوباشي الموجود في منطقة بغلو حق احمد. وافادت وسائل الاعلام ان الشاب قتل زوجته واطفاله الثلاثة باطلاق النار عليهم وبعد كده حاول ينتحر لكن ما ماتش رغم انه اطلق النار على نفسه بس اتلحق وما ماتش وتم نقله للمستشفى. وكان الشاب التركي ده نشر تغريدة ليه قبل ارتكاب الجريمة على حسابه على منصة اكس قال فيها انه سيختبر الموت الحقيقي للمرة الاولى والوحيدة في حياته وكمل كلامه وقال انا اشعر بالملل الشديد من كل شيء ويبدو الامر بلا معنى الان وساموت في نهاية المطاف اما اليوم او غدا وبما انني احب زوجتي واولادي كثيرا فانا اريد ان انقذهم من هذا العالم الزائف سازعج احبائي ومن يحبني للمرة الاخيرة. وبعدها قام بارتكاب جريمته وقتل زوجته واولاده الثلاثة وحاول الانتحار بس الاهالي لحقوه ونقلوه للمستشفى وما ماتش مع انه ضرب النار عليه. مشاهدينا دعوني اخبركم، هذا الشاب بعد ان قام بجريمته اطلق النار على نفسه لكنه لم يمت وهو الآن في أحد المستشفيات يتلقى العلاج. والآن دعونا ننتقل إلى التعليقات ونبدأ بتعليق زبيدة والتي كتبت: صرنا نشوف أشكال وأنواع الجرائم اللي بيقوم فيها المجرمين بدون رحمة، الله يستر من اللي جاي. أما التعليق التالي فقد كان الكريم والذي كتب: هذا الإنسان مريض ويمكن أن يتعاطى المخدرات. التعليق الأخير على هذه القصة كان لرائد والذي علق: أعتقد أن القاتل لم يكن بوعيه أثناء ارتكاب جريمته، الله يحفظنا وإياكم. مشاهدينا، في المرة القادمة التي يخبرك فيها أحدهم أنه يشعر بالملل أهرب بسرعة، فربما النهاية لم تكن سعيدة. والآن مشاهدينا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة اليوم والتي نستعرض فيها بعضا من الأخبار السريعة التي كانت أكثر تداولا لهذا الأسبوع وحظت على تفاعل كبير على السوشيال ميديا. ونبدأ بتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحدث ظهور للفنانة صوفيا لورين وهي بعمر 89 عاما، حيث قارن الناشطون على منصة إنستغرام الفرق الشاسع بين مظهرها وإطلالتها بين الماضي والحاضر. لنقارن نحن معكم أيضا ونشاهد سويا. إيتانا لوبيز اسم أطلق على فتاة حسناء غير واقعية وكما تعرف بين متابعيها باسم فيت إيتانا، وتعرف نفسها على أنها إسبانية
تسكن برشلونة، والحقيقة هي أنها فتاة صنعت من وحي الذكاء الاصطناعي. فإحدى الشركات الإسبانية قررت أن تستثمر عملها بواسطة إيتانا الوهمية التي روج لها بأنها عارضة أزياء محترفة، وتجني الشركة من خلالها آلاف الدولارات شهرياً. إيتانا بمجرد ثواني معدودة تجدها في أي بلد ترغب به. لنتابع كيف تكون إيتانا. أثار أسد هارب موجة من الرعب بين سكان بلدة صغيرة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، حيث شهد يتجول في شوارع المناطق السكنية وحيداً وسط حالة من ذهول السكان وموجة من الرعب، ليتبين أن الأسد أفلت من قبضة مدربيه في السيرك، واتخذ طريقه إلى شوارع البلدة ليتمشى فيها. وأظهرت لقطات فيديو نشرها هو على الإنترنت اللحظة المروعة التي شهد فيها أسد هارب وهو يتجول في شوارع أحد الأحياء ليلا. مادونا سانتا، ماما ميا، في مشهد يحمل بعض الشيء من الغرابة، حيث هبطت طائرة خفيفة من طراز لانسر بروجكت اضطرارياً في مطار إيرو كانتري بولاية تكساس الأمريكية، وفشل الطيار في إيقاف الطائرة في نهاية المدرج، واخترقت الحاجز واصطدمت بإحدى السيارات المارة. لا ندري من هو الأكثر نحس، الطيار أم صاحب السيارة؟ نتابع. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أراكم الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد. أما الآن إلى اللقاء.